كذا امة الله من الغربية، وبتقول الشيخ اظن لما جه يشرح لحضرتك هو شرح من الفقه اللي عندنا، وشرح اللي شروط الجورب او الخوف الذي يتحقق المسح عليه او يجوز المسح عليه. وبعد كده احنا عندنا مسائل استثنائية، احنا اذا ضاق الامر اتسع، الرخصة تأتي عند المشقة. الاصل ان احنا نغسل رجلينا، حضرتك سن كبير او واحدة راحة وهتقعد فترة كبيرة في العمل، فاحنا هنا بنقول طالما ان لبسة الشراب على طهارة، انا بقول ايه استثناءات. فمذهب في مذهب من العلماء بيقول الشيخ جمال الدين القاسم الشيخ احمد شاكر بيقول ان احنا ممكن نمسح على هذا الجورب اللي حضرتك بتوصفيه، بس في مثل هذه الحالات لشدة البرد، للخروج، وان انا هعمل ايه طول الوقت، هتفوتني الصلاة الخمسة لو انا مش هغسل رجلي مش هعرف اغسل. فمثل هذه الاستثناءات بنفتي بانه يجوز المسح على الجورب، ولكن الاصل ان الانسان يغسل قدم